اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. في اخبار نبض 100 عقبه، وصل المحترف الكوبي يوسيفاني هرنانديز مصر تمهيدا للانضمام لصفوف فريق كره الطائره الاول بنادي الزمالك في المراحل الحاسمه اللي جايه من الموسم الجاري. اللاعب الكوبي اللي بيحمل الجنسيه الايطاليه وصل مطار القاهره في الساعات الاولى من صباح يوم الاربع اللي هو النهارده. هرنانديز صاحب ال 30 سنه بيجيد اللعب في اربع مراكز، مفترض ان هو هيتواجد في مقر نادي الزمالك النهارده لإنهاء كافة تفاصيل تعاقده مع القلعة البيضاء. غالبا هيتم التعاقد لمدة تقارب لثلاث شهور مثلا، وهي الفترة المتبقية لنهاية جميع بطولات الموسم الجاري، وهي الدوري المصري وكاس مصر وبطولة أفريقيا. تعادل فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2001 مع الجونة 1-1 في إطار اللقاء اللي جمع بين الفريقين امبارح على ملعب الأخير بالجولة ال 24 لبطولة الجمهورية. أحرز هدف الزمالك إبراهيم محمد، بيقود طبعا الفريق فنيا محمد ثابت مديرا فنيا، ومنتصر الجدي مدرب عام، وأحمد زكريا مدرب، ومحمد عبد الجواد ميشو مدرب لحراس المرمى، وحمدي يوسف إداري للفريق. فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2013 بقيادة محمود ياسين المدير الفني على الجونة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء في إطار الجولة 17 لدوري براعم الجيزة. أحرز ثلاثية الزمالك كل من يوسف مصطفى، ياسين المحمدي، أحمد بليغ. وأخيرا فاز فريق الكرة الطايرة بنادي الزمالك تحت 17 عام على فريق جيل المستقبل بنتيجة أشواط 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على صالة القلعة البيضاء في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور ال 16 لبطولة الجمهورية. ويلتقي الفريق النهاردة الأربعاء مع فريق سموحة بصالة نادي الزمالك، وبيقود الفريق كابتن حمادة مجاهد مديرا فنيا. كل التوفيق لكل الفرق بنادي الزمالك إن شاء الله في الفترة اللي جاية.